تعالى يا حبيب عمو، تعالى. انت ايه اللي جايبك هنا؟ بقى المواصلين على ابنه، اصبح مسؤول مني في الاب. سيب الواد. هتربيه ازاي؟ هتاكليه منين؟ وانت مالك انت؟ ما سيبنا في حالنا بقى. مديتك ورانا كانت شؤم علينا. عليا النعمه لو شفتك هنا تاني لفضح نفسي عليك واوديك في ده. سيب الواد. انا متكفل بيه هو والعربيه. العربيه عليها شيكات لازم تندفع. لو ما دفعتش الشيكات دي جوزك هيروح حديد. انا اللي هشتغل على العربيه واسدد الشيكات. سمعنا عن نسوان بتسوق تاكسيات، لكن عمرنا ما سمعنا عن نسوان بتسوق نص نقل. بكره تسمع. مش هتقدري تشتغلي الشغلانه دي. ليه بقى؟ هتمنعني؟ لا، قصدي انها عمليه عايزه عضلات، عتاله ومزحره مع الزباين، غيرش ان في شويه ولاد حرام هيترازلوا عليكي، مش هيهنوكي على نقله واحده. ساعتها بقى ابيعها بالخساره واسدد ثمن الخضير الملاح. استريح دلوقتي. بس استريح. ماهر عرف يختار شريكة حياته. صحيح انتمارة بستين راجل. اتفضل. خلي بالك من امك يا علي. أنا مش تاجر عربيات، ده حيالله كانت عربية بعتها عشان يطلع لي منها حسنة، وبصراحة أنا محتاج الأقساط دي علشان ده قرش بشغله في السوق، وأنتوا بالشكل ده حتسل لي الفلوس وحالي واقف. شوف يا بنت الناس، أنا عاوز حقي ماذا وإلا حبلغ النيابة. علي، ازيك يا علي؟ قلبي معاكم. كده تبلغي عني في حريق العربية؟ ظلمتيني يا شيخ. أنا ساعة الحريق كنت باسم البوليس ممسوك تحري، والبوليس أيد الحادثة ضد مجهول. أنا مش جاي أتشافى. مهما كان أنت مرات أخويا برضه. خد يا علي. تبعت عفش البيت ولا إيه؟ حتى التلاجة؟ ماهر نسي يأمن على العربية. ربنا يحرق عظم اللي حرقها ولا يديني برصاصتك وتقتله. وناوية تعملي ايه؟ غيبة ماهر طالب. هشتغل غسالة. ايه؟ غسالة؟ ما انا غسلت 5 سنين لما ماهر كان محبوس. مقاصات العربية هتدفعيها منين؟ هتقدري تدفعي 120 جنيه كل شهر؟ ولسه 10 اقساط. يعني 1200 جنيه لازم يندفعوا تمن كوم الحديد اللي مرمي بره ده. انت ايه؟ جاي تشمت؟ لا لا، ده ساعدي. فكرت لك في شغلانه تجيب فلوس وشريف عند واحد صاحبي زي ماهر كده امين وهيحافظ عليك. وصاحبك ده بيشتغل فين؟ في التهريب؟ بشر تهريب ايه؟ عصافيره مش بتاع تهريب. بيشتغل بسجل تجاري وتليفون ورخصه سياحه كازينو. هشتغل ايه؟ وظيفه؟ استغفر الله العظيم، هتشتغل رقاصه. رقاصه؟ ايه؟ شغلانه مش غريبه عليك؟ عايز تشغلني رقاصه يا بيومي؟ صحيح، اللي اختشوا ماتوا. كلام مظبوط وله معنى. اللي اختشوا ماتوا، عارفه معنيته ايه الكلام ده؟ 2 ستات كانوا بيستحموا، قامت حريقه في الحمام، واحده جريت عريانه نفدت بعمرها، واللي اتكسفت وما جريتش ماتت محروقه. وانت قامت حريقه في عربيتك، تقعدي جنبها وتتحرقي ولا؟ ولا اجري عريانه؟ مين قال عريانه؟ انت هتلبسي بدله محترمه، وزاره السياحه هي اللي حاطه مواصفاتها، وهيكتبوا في بطاقتك فنانه.
سيبي ماهر عليا انا، هفهمه انك بتضحي علشانه.